السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان في مصر والوطن العربي وكل العالم بيتفرجوا ويتابعوا قناة الصحة والجمال، هذه المنصة الرائعة الطيبة الجميلة وبرنامج قرآنا يمشي، واللقاء رقم 19، وإن شاء الله بإذن الله احنا معانا لقاء كمان رقم 20 وتنتهي حلقات هذا البرنامج، ونوعدكم إن شاء الله قريبا ببرنامج آخر يكون على نفس النهج مع هذا العالم الجليل طيب فضيلة الدكتور مجدي. برنامج قرآنا يمشي كل سبت مساء الساعة 12 بنقدم لكم مجموعة من هدي النبي في التفكير وفي السلوك وفي المعاملات. خلونا النهاردة نشوف وإحنا بصحبة فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة والأمين العام للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام، هذا العالم الجليل نحسبه على خير، نسأل الله العظيم أنه يكبر خطره ويرضيه ويحفظه. وكمان معانا النهاردة ضيفنا الغالي القارئ فضيلة الأستاذ الشريف مجدي الشريف، هيمتعنا النهاردة، ربنا يحفظك، أهلا وسهلا بيك وشرفت مصر، ربنا يحفظك. زي ما عودناكم كل حلقة عندنا بعض الترتيب بنمشي عليه أثناء الحلقة، وإن شاء الله نتلقى مكالماتكم ومداخلاتكم الجميلة اللي بتعمل إثراء للبرنامج. كان الحلقة اليوم بعنوان ولم أكن بدعائك رب شقية، والحقيقة الحلقة اليوم أرجو الاستماع إليها باهتمام لأنها مليئة بالإيمانيات الجميلة إن شاء الله بإذن الله اللي ممكن تكون سبب في أن احنا نغير حياتنا في الفترة اللي جاية إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سؤال الحلقة السابقة ماذا نستفيد من قول أمنا هاجر إذا لن يضيعنا؟ الله. دكتور كان الحقيقة السؤال والحلقة أصلا الماضية أنا الحقيقة استمتعت بيها عبر المشاهدة ولم أكن في شرف وجودي معكم، وكانت حلقة طيبة جدا. هذا اليقين وهذا الإيمان الكبير عند أمنا هاجر وهي تقول إذا لن يضيعنا. الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احفظ الله يحفظ. المؤمن على يقين إن هو لما يطيع ربه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعطيه الحفاظة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله لا يضيع أهله. وأرجو أن نستمع من هذه لهذه الآية من فضيلة حبيبنا الأستاذ شريف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. أنت هتطيع ربنا الله يحفظك. نعم. لك الأمان في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك سيدنا إبراهيم لما ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم قال لهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه رحمة من الله. متى أقول إذن لا يضيعنا؟ عندما أكون من أهل الله وطاعة الله وأكون وليا لله عز وجل. إن الله لا يضيع أهله. نعم. بس هو دكتور يعني كيف استقر هذا اليقين في قلب أمنا هاجر؟ الله الله. نبي الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ينادي في قومه بذلك وكان يبين لهم عندما تكون في طاعة الله أنت أحق بالأمن، وعندما يكون العبد على غير طاعة الله عز وجل هنا يكون في الخطر. بهذا اليقين الكامل ينتقل لأمنا هاجر عليه الصلاة والسلام، تكون على يقين كامل مع أمر الله تكون الحفاظة. نعم. وتكون السعادة. على غير أمر الله أعوذ بالله يعني يكون الضياع ويكون الخطر. فلذلك عندما سألت سيدنا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فلما قال لها نعم أن هذا أمر الله بس خلاص في هذا المشهد. إذن لا يضيعنا. هذا المشهد المخيف. نعم. هذه الأم وهي تحمل هذا الرضيع في هذا المكان الموحش، وبالرغم من هذا
بعد ما تسأله الله أمرك بهذا تطمئن، فلما يومئ برأسه نعم إنها أوامر الله يطمئن قلبها وتقول هذه الكلمة الطيبة. هكذا المؤمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وكذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، أنا عرفت أن هذا أمر الله يطمئن قلبي. الله نعم. الله. طيب احنا الكلام فيها الحقيقة ما يخلصش، لأنه نعم. يعني هي يعني نقطة من نقاط. لذلك المؤمن لا يمكن أن يختار أي شيء على أمر الله. الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا نعم. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر الله فيه الحفاظة، فيه السعادة. نعم، نعم. ولكن يقين أمنا هاجر طبعا جعلها تقول إذن لن يغير، على يقين شريف. كامل إن مع أمر الله تكون الحفاظة وتكون الأمن. طيب. إحنا ننتقل للنقطة اللي دايما نأخذها. نعم. الهدية من الهدية. كتاب الدين الحق. نعم. وهذا الكتاب اللي دائما أقول ولن يعني أمل أبدا من أنه من أروع الكتب التي يجب أن يمتلكها المسلم في بيته، وهو الذي ساهم في أن يعني بالدلائل القوية اللي فيه إسلام كثير جدا جدا من علماء الغرب ومن المثقفين ومن المهتمين بالوصول إلى الحقيقة. كتاب الدين الحق لفضيلة الدكتور مجدي الشريف. الهدية من كتاب الدين الحق يا دكتور، وحضرتك اخترت لنا النهاردة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والتي هذه الآية والتي جعلت كانت سببا من أسباب هداية إسلام أكبر فلاسفة أوروبا. إيه القصة دي يا دكتور؟ طيب استأذن حضرتك نسمع الآية من فضيلة. نسمع الآيات الأول حبيبنا مع شرح الشريف. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله، اكتشف العلماء بأن السماء في اتساع مستمر. فالبروفيسور موريس بوكاي دايما أتحدث عنه لأني أحبه في الله كثيرا، وهو أكبر فلاسفة أوروبا في عصرنا الحديث. موريس بوكاي وصاحب كتاب مشهور في كل الدنيا، تقريبا ترجم إلى كل لغات الدنيا بعنوان القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم الحديث، ترجم أيضا للغة العربية. كل إنسان في الدنيا يستطيع أن هو يقتني هذا الكتاب. نعم. ولا يوجد إنسان على كوكب الأرض اطلع على هذا الكتاب إلا وأسلم لله رب العالمين. حتى البروفيسور جرينيه الفرنسي قال والله لا يمكن أن يطلع على معجزات القرآن أحد من الناس إلا ويسلم لله رب العالمين. الله، إن كان عاقلا وخاليا من الأغراض. هذه الآية كانت سبب في إسلام تمام. موريس بوكاي قال كيف يا دكتور؟ البروفيسور موريس بوكاي قال إن توسع الكون هذا أعظم ظاهرة اكتشفها العلم الحديث. قال ذلك مفهوم قد ثبت اليوم تماما، ولا تعالج المناقشات إلا النموذج الذي يتم به هذا التوسع. قال ففوجئت بهذه الآية في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي لموسعون للسماء كما قال في تفسير البحر المحيط. قال والله لا يمكن أن يتحدث بهذا القرآن إلا الله رب العالمين. يعني العلماء وهذا الكبير الفلاسفة في الغرب لما اطلعوا على أحدث الظواهر الكونية اكتشفوا بهذه التلسكوبات القوية. طبعا كتابه يعني كل ما رأيناه في العلم الحديث يجده في كتاب الله. قال والله لا يمكن أن يتحدث بهذا القرآن إلا الله رب العالمين. الله. نعم. الله. أنت وعدتنا أن كل اللي بيجاوب على أسئلتنا في البرنامج بتبعته. نعم. نسخة من كتاب الدين الحق. إن شاء الله يعني بنذكر ذلك بالتفصيل في كتاب الدين الحق. بنذكر السادة المشاهدين بأنه سؤال الحلقة في آخر كل حلقة، اللي بيتابعنا على الأرقام الموجودة على الشاشة وبيجاوب معنا السؤال بيحصل على نسخة من كتاب الدين الحق ترسل إليه على حسابه أو على الرقم البي دي اف يعني. احنا معنا اتصال يا دكتور، تسمح لنا؟ تفضل يا دكتور. معنا اتصال، تفضل. ايوه السلام عليكم. ام ملك اهلا وسهلا بحضرتك، عليك السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت لطيف انا تعبانه شويه ومرتبه بركز تقول اكتب محل لمده 20 يوم، فطبعا في ثلاثه في بيع على طول، فانا مش عايز وانا بتوضى يعني قالوا لي ما تدليش ايه اللي فيها تكلمه، فهل هو الوضوء كده هينفع ولا مش هينفع؟ طيب حاضر، فضيله الدكتور هيجاوب على حضرتك. حاضر. نعم حاضر. هو طبعا لا ضرر ولا ضرار. من الاشياء المهمه
ان كل شيء يحدث منه مضاعفات لا حرج من تخطيه. يعني احد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده شق في راسه واراد ان يغتسل، فكان يكفيه ان يتام لان اغتساله في هذا البرد يضر به، فاغتسل في هذا البرد وكان ادى الى وفاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله. كان يكفيهم ان يسالوا فكل شيء يؤدي الى المضاعفات لا حرج من تخطيه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا حرج عليه في ذلك. لا حرج يا ام ملك على انك تتخطي هذا الموضوع ما دام في ضرر عليكي. وهذا قول سيدنا فضيلة الدكتور مجدي يعني. طيب نرجع تاني يا دكتور، والسماء بنيناها وإنا لموسعون، وكانت هذه الهدية. نعم. وأسلم على أثرها هذا الفيلسوف الكبير، كبير فلاسفة حتى موريس بوكاي. ما شاء الله وزير خارجية إيطاليا، لما نكتب على النت وزير خارجية إيطاليا أو وزير إيطاليا أسلم، قال نفس الكلام. يعني لما المذيع قال له يعني ما هو السبب الذي دعاك لدراسة الإسلام، فقال هذه الكلمة الجميلة، قال: إن السبب الذي دعاني لدراسة الإسلام هو ذلك الهجوم الشرس الذي رأيته على الإسلام، فأحببت أن أعرف ما هو الإسلام، فأكرمني الله بهذه النعمة العظيمة فأسلمت لله رب العالمين. لما سأله المذيع قال: ماذا قرأت؟ قال هذه الآية. قال: قرأت في كتاب موريس بوكاي، وذكر هذه المعجزة، هذه الآية. قال: تأثر بها كثيرا عندما قرأها. عمدة إيطاليا زي ما بيسموه يعني. أيوة. اللي هو رئيس وزراء وزير خارجية إيطاليا. وزير خارجية إيطاليا. نعم. الذي أسلم. نعم. وهم بيسموه عمدة إيطاليا لأنه له يعني شكل. أي حد يا دكتور يكتب على اليوتيوب أو على وزير إيطاليا، وزير إيطاليا يشاهد هذا الرجل، يرى هذا المشهد. نعم. يعني. نعم. نعم. طيب خلينا ننتقل إلى نقطة خطيرة ورائعة. نعم. جدا، وأرجو أن حضرتك نستفيد فيها. نعم. في محور التفكير. تنوير التفكير، نخش بقى في صلب الموضوع. تنوير التفكير وتنوير السلوك وتنوير المعاملات. تنوير التفكير النهاردة دكتور، والموضوع أحتاج للإفاضة فيه، هو إزاي نقدر نخلي فكرنا في النقطة الخطيرة دي، اللي هو لا يكون في الكون إلا ما أراد الله. الله. إزاي نخلي تفكيرنا أنه لن يحدث في كون الله إلا ما أراد الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سواء الإنسان أدرك أنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله، أو لم يدرك بأنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله، فإنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله، بإدراكي أو بغير إدراكي. سواء الإنسان أدرك ذلك أم لم يدرك ذلك، لكن الخير كل الخير لمن أدرك ذلك، لمن علم ذلك، لمن وعي ذلك. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليه وسلم، من جاءته نعمة فعلم أنها من الله كتب الله له شكرها قبل أن يشكره عليها. أبقى عارف أن النعمة دي جات لي بإرادة من الله، هبة من الله. ما بكم من نعمة فمن الله، الله وحده لا شريك له. لا أقول أنا. مصيبة قارون كانت في إيه؟ قال: أنا زعم أن النعمة التي جاءته من عند نفسه. قال: إنما أوتيته على علم عندي. ضيع نفسه. ينافي، استغفر الله، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحدة منهن قسمته ولا أبالي. كيف تنازع الخالق؟ نعم. هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء. كيف يزعم أنه يرد إليه فضل شيء؟ لا. الأمر لله وحده لا شريك له. من جاءته نعمة حتى ولو في الفكرة ففهمناها سليمان. الله. ففهمناها سليمان. لذلك سيدنا سليمان يعلم البشرية، قال: هذا من فضل ربي. الله. ليبلوني أأشكر أم أكفر، وقالها ذي القرنين من قبل. نعم. نعم. هذا من فضل، يعني كل شيء في حياتنا هو من فضل الله وحده لا شريك له. حتى إن جاء شيء لا قدر الله من الباطل في حياة البشرية، هو في خدمة الحق. الباطل أداة من أدوات الحق، يستحث صاحب الحق أن يقوم بما فيه من الحق. يعني احنا واحنا بننور التفكير بتاعنا يا دكتور، عشان ما هو الفكره بيترتب عليها بعد كده
تنويل السلوك وتنويل الافعال والفكره بيخرج منها الدافع والدافع بيولد القرار والقرار بيولد الفعل. الفكره عشان تختمر في دماغي انه لا شيء في هذا الكون يحدث الا بامر الله. اذا لا يمكن ان افعل شيء الا ان اتوجه الى الله. لا يمكن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها. في كل شيء اتوجه الى الله، يا رب ان كنت تعلم بان هذا الامر خير سهله، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر ابعده عنه وابعدني عنه. شوف ازاي يعني ان من سعاده العبد رضاه بما قسم الله له، وان من شقاوته ترك استخاره الله عز وجل. بس من لم يدعو ربه يغضب عليه، مش هينفع. مش هينفع تطلب من غير الله، لان غير الله لم يخلق، غير الله لا يملك، غير الله لا يرزق. الله وحده الذي خلق، الله وحده الذي رزق، الله وحده الذي ملك. دي نتيجه ان انا يعني حضرتك بس خدتني في مكان، يعني حضرتك ايه، احنا فكرنا احنا عايزين تفكيرنا انه يكون متاكدين انه لا يكون في الكون الا ما اراد الله. فلما تاكد الي ذلك اصبحت اسال الله في كل شيء، استخير كل شيء. لذلك انا احب ان اسمع هذه الايه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نسمع هذه الايه الكريمه من فضيله الشيخ الشريف. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما ينفعش. الله. ما ينفعش. يا الله. أتكبر على سؤال ربي، مش هينفع. مش هينفع. من لم يدعو ربه يغضب عليه. أنت هتروح لمين؟ أنت هتتوه فين؟ مش هتلاقي. طب أنا ما بدعيش كبر مني، ولا ما بدعيش عشان مش عارف أدعي؟ بتفرق لنا بين دول يا دكتور؟ ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا في القرآن بعد أعوذ بالله من الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا يدعو الله استكبارا في الأرض هذا غير المسلم. لكن المسلم لو فعل ذلك يكون في غفلة عنه. فلذلك ربنا يقول في القرآن بعد أعوذ بالله من الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. اوعى تعمل زي أهل الغفلة وتنسى تقول يا رب. لا، اعمل زي الرسول عليه السلام. هو احنا في برنامجنا بنعمل ايه؟ بنفكر بعض، عايزين نفكر زي سيدنا محمد. نعمل زي سيدنا محمد. كل حاجة أتوجه إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قام يصلي. نعم. قل يا رب. حتى بهذه المناسبة لو دقيقتين. نعم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل رسائله إلى ملوك الأرض، رسائله المباركة، وأسلم من أسلم، ومنهم من أرسل بالهدايا، وكلهم يعني قابلوا الرسائل بالترحاب وبالأدب إلا كسرى بس. نعم. بس هذا المتكبر كسرى. نعم. أعوذ بالله، مزق الرسالة قبل أن يقرأ. بمجرد أن قرأ من محمد كيف يكون اسم، فمزق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، مزق كسرى ملكه. فزيادة في غطرسته أعوذ بالله. أرسل إلى عامله في اليمن، ملك اليمن، طبعا ملك اليمن أسلم، هو أهل اليمن. قال أن أرسل من طرفك برجلين جلدين يأتيني بمحمد. فبعت اثنين. فلما دخل المدينة قال أين محمد؟ فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشوارب قال ويحكما، من أمركما بهذا؟ فقال ربنا. قال ما شأنكما؟ قال عليه الصلاة والسلام، ولكن ربي أمرني أن أحف هذا وأعفو هذه. فقال ما شأنكما؟ قال هيا بنا إلى كسرى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهما. ثم دخل في الصلاة. الله، بس يعلمني. دخل في الصلاة بس خلاص. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حتى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إن ربك قد قتل ربهما. يا الله. بعد ما خذوا إكرامهم وخذوا واجبهم جلس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ربي قد قتل ربكما. فنظر كل منهم للآخر، يعني مش هتيجي معنا؟ طب ونعمل إيه؟ فتشاور فيما بينهما. ثم رجع قافلين إلى اليمن، ما يروحوا القصر يقولوا إيه. فلما رجعوا إلى اليمن، ملك اليمن راجل ذكي، فلما جات له الرسالة
فجمع قومه وقال لهم سمعوهم الرسالة. فأعلن في قومه قال إن يكن نبيا حقا فسوف يكون ما قد قال. الله أكبر. وما هي إلا بضع أيام إلا وجاء الخبر بأنه والحمد لله بأنه أسلم أهل اليمن. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم سيدنا إنما معاذ. الشاهد أنه فزع إلى الصلاة طبعا قام يستشير ربه يعلمنا. نعم. بدل ما أغفل عن دعاء الله لأن الدعاء هو العبادة. نعم. في مسند الإمام أحمد إسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. الله أكبر. يعني كلمة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني ربنا ما خلقنا إلا عشان نقول يا رب. الله. وقت ما أقول يا رب سعدت لم أكن بدعائك رب شقية. مش هتعب. مش هشقى أسعد وأنا بقول يا رب. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول أمر اللي هو ادعوني أمر ادعوني أستجب لكم عشان تسعدوا ادعوني تسعد. وكأنه لم أكن يريد بدعائك الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. هو بيقول لنا سعدوا ادعوني عشان تسعدوا طبعا وكأني أنا بفهم ربنا بيقول لنا افرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله هو خير من هو خير من. لكن أعوذ بالله شياطين الإنس والجن لا يريدون هذا ولكن يريدون أن يحزن المؤمن ليحزن الذين آمنوا. لذلك المؤمن كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما البشري دائما البشري دائما أقول يا رب فدائما أكون في سعادة. الرسالة لكل اللي بيشاهدونا دلوقتي إن احنا نلجئ ظهورنا إلى الله إلى الله ندعو الله نجد الفرح نجد السعادة نتوجه إلى الله طبعا. لم أكن بدعائك ربي شقي شقي لم أكن بدعائك ربي شقي. طيب ناخذ المحور السلوك يا دكتور تمام لانه اعتقد انه مكمل تمام. لهذه الكلمات نعم. الطيبه ولكن قبل ان نروح لادفع بالتي هي احسن معنا اتصال فضل. من الفيوم حبايبنا في الفيوم مش هنزعلهم يعني استاذ احمد من الفيوم السلام عليكم انا بطمع في كرمك بعد عليك السلام انك توطي التلفزيون وكلمنا من التليفون السلام عليكم مرحبا عليكم السلام ورحمة الله الله يبارك فيك يا حضرتك أسأل بس حضرت الشيخ على سؤال بس معلش يسعدنا ويشرفنا اتفضل حضرتك أنا جبت كارد من بنك القاهرة كل ما أجيب كارد من البنك ده أجيب مثلا توك أسترجع عليه عشان الجو واقف يعني وكده وما فيش شغل اللي هو ده اللي قدام يعني فطبعا جبته والحكومه خدته مني كل ما اجيب اي حاجه لازم ان يحصل اي حاجه كده على طول باستمرار ده معايا على طول طيب حاضر وانا قاعد في البيت يعني ما فيش اي مصدر اي اكل عيش لان انا عامل يعني هو السؤال في مشروعيه القرض من البنك هل ان هو حل ان هو حرام يعني ولا حلال ولا ايه حاضر 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 نجاوبك حاضر بسم الله الرحمن الرحيم قبل السؤال أمر مهم جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم, يأمر عائشة أن تسترقي بفاتحة الكتاب والمعوذات نعم. فننصح هذا الأخ الفاضل أنه يقرأ فاتحة الكتاب 7 مرات ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات كما قال فضيلة الشيخ ابن جبرين في هيئة كبار العلماء يقرأها بعد كل صلاة وكما قال ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك أنها رقية قال أن هذا الصحابي قرأ فاتحة الكتاب 7 مرات نعم. بالجملة قراءة فاتحة الكتاب 7 مرات قل الله المعوذتين 3 مرات بعد كل صلاة بإذن الله ربنا يحفظه من العين ومن الحسد ولا نقول إن الإنسان يعني يكون معيون من غيره وفقط أيضا من نفسه قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه وإحنا بننصحه طبعا نعم. إن هو إن أراد فتية فعليه التوجه 107. إلى رقم 107 يعطوا الفتوى لأن الفتوى بحسب حاله وبحسب نعم. احتياجه العلماء يفتونه ولكن بننصحه بأنه إن كان يلازمه يعني هذا الشيء الفاتحة 7 مرات قل الله أحد المعوذتين ارقي نفسك الفاتحة 7 مرات وقل الأحد والمعوذتين 3 مرات بعد كل صلاة إن شاء الله بإذن الله يتبدل الحال والأمور تتحسن ويستمر على الدعاء اللي ربنا بيغني به قال عليه الصلاة والسلام من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر
أهونها الفقر. أقل شيء ربنا هيمسح من حياتك الفقر. والحديث في صحيح الترغيب وأيضا في صحيح الجامع. أقول الدعاء مرة أخرى: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. الذي يقول هذا الدعاء الله بيمسح من حياته الفقر. نعم. طيب احنا معنا عادل من اسيوط كمان. اهلا وسهلا. معنا الاستاذ عادل من اسيوط، اتفضل. اهلا وسهلا، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. انا كنت عايز اسال بالنسبه للشيخ، ايه بالنسبه للقرين، علاج القرين غير سوره القاف والحاجات دي، ايه اللي تعد القرين مع الصلاه والذكر؟ ولماذا في ناس بتصاب بالسحر والعمل والحاجات دي مداومتها على اذكار الصباح والمساء، وناس ثاني بعيد عن الله وبعد كبير فلا تصب هذه الاشياء؟ لا، حضرتك بتسال انه بالرغم من انه في ناس مداومه على الاذكار الا انها اصيبت بسحر او بما يشابه ذلك، وهناك اناس خالص لا تصب بالسحر ولا العمل ولا العين. ايوه، بس اللي فهمته من حضرتك طب استنى، اللي فهمته انه حضرتك بتقول انه هناك اناس بعيده كل البعد عن الاذكار وعن قراءه القران ولم يصيبها شيء، صح كده؟ لا شيء، لا سحر ولا حسد ولا غير، صح كده؟ طيب حاضر نجاوب حضرتك. حاضر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم. الله سبحانه وتعالى برحمته جعل أولياءه اختبارا لأهل الغفلة عنه، وجعل أهل الغفلة اختبارا لأوليائه. وكل ما يقوم به أهل الغفلة لن يضروكم إلا أذى، لا يمكن، ما في أي ضرر، ولكن فقط مجرد الأذى. فلذلك ربنا تبارك وتعالى قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، بس مجرد وهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يتمرن العبد نتمرن أن نتغافل عن كل وساوس ونقبل على الله عز وجل ونحسن الظن بالله، لأن كل إنسان على كوكب الأرض له لمة الملك وله لمة الشيطان. كل إنسان على كوكب الأرض يأتيه لمة الملك، ولمة الملك إعاد بخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان أعوذ بالله إعاد بالشر وتكذيب بالحق. فلذلك العبد لا يلتفت إلى لمة الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن أعوذ بالله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الذي هو في غيه هو في بلاء حتى يدخل جهنم، أعوذ بالله. قال سيدنا موسى عليه السلام، قال: يا ربي إن فلان يعني عربيد وفي غفلة شديدة وأنت تعطيه من الأموال وتعطيه. قال: يا موسى إني أعذبه في كل لحظة. فتعجب سيدنا موسى، قال: يا ربي كيف تعذبه في كل لحظة؟ قال: أحرمه من مناجاتي. اللي محروم من إنه يقول يا رب، خلاص. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ده خلاص ضايع. أنت لكن الذي يعني في ذكره لربه يشكر ربه وهو دخل في الحرب يصبر على هذا المحراب. ما معنى كلمة المحراب؟ يعني يقول الله أكبر، يعني دخلت في المحراب، خلاص دخلت في حرب مع الشيطان. وكأننا نعود إلى عنوان الحلقة، اصبر فيها. اصبر في هذه، وخليك في الدعاء، هتسعد الدنيا وآخر. لم أكن بدعائك لم أكن شكري. بدعائك رب شكري. إن شاء الله تعود بالدعاء. إن شاء الله تكون على يقين أن الذاكر لله وعلى خير مهما كانت الحرب، والحرب لن يضركم إلا أذى فقط. آخر مكالمة من الإسماعيلية وبعدين نكمل بقى، يعني هيضيع منين محورين التانيين؟ لا ان شاء الله احنا باذن الله لسه ناخد المكالمه الاسماعيليه. الاستاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، مرحبا. انت سعيد جدا يا فضيله الشيخ، وسعيد بحضرتك جدا جدا. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويكبر خاطرك. ودي ان شاء الله اعتبر يعني اول محادثه على التلفزيونيا لبرنامجك. ربنا يكبر خاطرك. أنا السنة اللي فاتت دي خدت مزرعة مانجا كبيرة، وخدتها يعني بيعة من لسان صاحب المزرعة. نعم. يعني قال لي مثلا المزرعة دي وصلها مثلا 100 جنيه، ب 1000 جنيه، 600,000، وهي ما كانش واصلة الكلام ده. نعم. معايا حضرتك؟ نعم.
يعني خدت الشيط المسطره ده من لسانه، وبعد ما اشتريت خسرت فيها مبلغ جامد كبير قوي بتاع 300,000. نعم. فلما رجعت له قلت له يا عم الحاج انت تقدر تشتري معاك، وانا بشتري معاك بجد شراء. فقال لي يا محمد الارض دي مسطوره مثلا لكذا وانا احس كذا. نعم. فالسؤال يعني هو هل يعني انا حاسس نفسي ان انا ظلمت؟ نعم. وعندي ايمان بالله انه هو بيمضي، يعني الحمد لله عندي يقين بالله وايمان ان ربنا معايا ان شاء الله، وانا طبعا المخرج ده كده. بس انا بسال الشيخ بقول له هل البيعه ديت انا ظلمت فيها او هي صح او غلط او ازاي عشان بس افهم بس. طب بس قبل ما نخش على فضيله الشيخ، انت ارتضيت بالمبلغ اللي قال لك عليه واتفقت معاه؟ يعني هو قال لك 10 قروش، انت دفعت ال 10 قروش وانت مرتضي؟ انا قلت له يا عم الحاج الارض كده غاليه وكتيره، فقال لي ده هي مفصوله كده. فبعد ما خدت الجنينه اصبح لي ناس قبلي اللي مفصلين بقى اقل مني خالص. يعني ما قلتش الكلام ده، وكان هو كده تحيه. طيب احنا هنجاوبك. وانا عندي علم ان في نحن الصحابه اختلفوا بايع ومشتري عن يعني هو حاج مشتري بيشتري بيع النهارده بسرعه. حاضر. والراجل اللي بيبيع مثلا يبيع سعر البضاعه زي ما قلت لها مكتبه، فالنهارده اختلفوا. طيب اسمعنا استاذ محمد واحنا هنجاوبك. حاضر. هو محمد. عرض عليه المزرعه راضي انه اشتراها، وعرضت عليه بسعر غالي وارتضى، وبعد ما اشتراها عرف من مجموعه من الناس انه السعر اللي اشترى بيه ده كان فيه شيء من المغالاه. يعني هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم يسترجع ضروري ان يقول هنا نتوجه الله في كل شيء. نعم. انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا احسن كلام يتقال. هذا الاسترجاع لو ان قاله ألف مره في كل مره الله يعطيه الأجر ويخلف له خيرا منها. إن قاله ألف مرة في كل مرة يقول هذا الدعاء الله يعطيه الأجر والله يخلف له خيرا. نقول الدعاء كم مرة يا شيخ؟ يقوله ما شاء. إيه هو الدعاء؟ كلما تذكر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الله يعطيه الأجر في 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 هذا الموقف، وكذلك الله يخلف له خير منه ويعوض عليه خير. الامر الاول. الامر الثاني، في عندنا حدود الشريعه ومزاج الشريعه، او نقول ما كان فيه العدل وما كان فيه الرحمه. الذي فيه العدل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، توكلنا. لكن في حاجه ثانيه، ان من اقال يعني المسلم في بيعته ده ربنا بيقيله يوم ايه؟ يوم يقوم الحساب. فان هذا بالتراضي، ان كان مثلا هذا الشخص اللي اشترى منه يقول له يعني تجبرني بشيء او يعوض عليه، لا حرج، وهذا من سبيل الرحمه ليس من سبيل الالزام. بس هم اتفقوا يا شيخ. لذلك يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق. هو لم يجبر. نعم. على هذا ان شاء الله ربنا هيعوض عليه. ندعي له ربنا يعوض عليه، هو يدعي له بقى ربنا يرقق قلب الاخر ده. نعم. ويرضيه، وندعي له هو كمان ربنا يعوض عليه، ربنا يعوض عليه. طيب نروح بقى بسرعه لان الوقت بقى خلاص، واحنا مش اسمحوا لي مش هنستقبل مكالمات تاني، لانه احنا معانا في تنوير السلوك ادفع بالتي هي. كنا عايزين الدكتور ماهر عميره، هو ان شاء الله هيخش لنا الدكتور ماهر عميره دلوقتي. احنا في انتظار مكالمه من العالم الجليل فضيله الدكتور ماهر عميره من علماء الازهر. احنا منتظرين المكالمه بتاعته لانها فعلا مهمه جدا. ولكن خلينا على ما تجينا المكالمه من الدكتور عميره، احنا في تنوير السلوك ادفع بالتي هي احسن. عندما يتركز في التفكير بأنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله. نعم. فلن أفعل إلا ما أمر به الله. والله جميل يحب الجمال. نعم. إن الله جميل يحب الجمال. الله لا يحب الجهر بالسوء، لا يحب الفحش من القول سبحانه وتعالى. فلذلك عندما تؤدي الكلمة الطيبة في حق إنسان لا يسمعها، وعندما تؤدي الكلمة الفاحشة في حق إنسان لا يسمعها. مين بيسمعها؟ الله. يعني تقول الكلمة الطيبة لا يسمعها إلا الله، تقول الكلمة السيئة لا يسمعها إلا الله. إذا أقول السيئة ولا الحسنة؟ أقول الحسنة. أقول الحسنة. نعم. أدفع بالتي هي أحسن. وكذلك الكلمة الطيبة في وجه الإنسان
يؤجر الإنسان عليها بجبر الخاطر، ولكن الكلمة السيئة في وجه الإنسان سباب تخرج العبد فورا من دائرة الإيمان إلى دائرة الفسوق. بدل ما الإنسان عنده بدرجة ناجح، لا بقى تحت الصفر بدرجة راسب. والكلام في الغيبة السيء يذهب بالحسنات، بدل ما يبقى ناجح بقى زيرو، بقى صفر لسه. ما يعني ادفع بالتي هي أحسن هنا يا دكتور. تجي لك السيئة، اتبع السيئة الحسنة تتمحى. طب هي الحسنة جت ومعانا الدكتور ماهر عميرة، ناخد الحسنة دي الأول الحسن، نعم. وبعدين نكمل بقى نشوف جداً الموضوع. جداً أهلاً وسهلاً بالعالم الجليل فضيلة الدكتور ماهر عميرة. أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً وسهلاً، أسعدنا وجودك معانا، وكنا نتمنى تشريف حضرتك لينا النهاردة. والله الظرف خارج عن إرادتي الصراحة. ربنا يكبر خاطرك يا دكتور ويحفظك ويبارك فيك. الله يعزك. فوجودك معانا النهارده بقى على التليفون، اسمح لنا نستفيد من وجود يعني احد علمائنا الافاضل لاثراء هذا اللقاء الطيب. فالدكتور مجدي بقى في حاجه ولم كده اكمل بدعائك. ولم كنا سجلنا برنامج انا والدكتور ماهر في الرياض بعنوان ولم اكن بدعائك رب شقي، فلعل ايه يلخص لنا الدكتور. ولم اكن بدعائك رب شقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي للمحاور القدير دكتور طارق درويش وعالمنا الجليل دكتور مجدي الشريف. بوصلة الإعداد كلها أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الطيبين الأطهار. حقيقة إن في قول الله عز وجل ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية رسائل من رب السماء إلى أهل الأرض. نعم. يعلمنا فيها كيف يكون التأدب في الدعاء مع الله. في بداية الدعاء قال الله عز وجل على لساني نبيه نبي الله زكريا إني وهن العظم مني، فقدم ضعفه بين يدي الله أولا. الله. واشتعل الرأس شيبة، قدم ضعفا آخر، ضعفا داخليا وضعفا خارجيا. الضعف الداخلي هو وهن العظم، والضعف الخارجي هو اشتعال الرأس شيبة. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، أقر يا ربي بخروج حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. لا حول لي ولا قوة إلا منك عز وجل. لا. ثم ولم أكن بدعائك ربي شقي. الدرس الثاني مباشرة الإقرار بالضعف بين يدي الله وذكر محامد الله عليه التي لا تحد ولا تعد ولا تحصى. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم أكن يوما يا ربي مردودا من بابك. أينما دعوتك وحيثما دعوتك وكيفما دعوتك ما وجدت منك إلا كل خير. لذلك سبحان الله في هنا يعني دروس مستفادة. أولا التأدب في الدعاء الله عز وجل. ثانيا اليقين في الله، أن يكون الشخص على يقين أن دعاءه مستجاب ما دام. لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول إني لا أحمل هم الدعاء، وإنما أهمل إني لا أحمل هم الاستجابة، ولكني أحمل هم الدعاء لأني أعلم إن ألهمني الله إلى الدعاء فقد استجاب. وذاقا لقول الله عز وجل ادعوني استجب لكم. شيء آخر، إن الإنسان لابد أن يكون يعني غير متسرع في دعائه. الله أدرى بحاجاته. ليس معنى أن الله لم يجب دعائك حالا أنه أخر دعائك أو أنه لم يستجب لك. لا، ربما أتاك غير دعائك وكان هو الخير لك، لأن الخير بيد الله، نحن لا نعلمه، نحن نظرنا قاطر. فيجب أن نكون على يقين أن ما يفعله الله من تقديم الدعاء أو تأخير الدعاء هو الخير لنا. الله. هو الخير لنا مؤكد. ثاني حاجة
لم أكن بدعائك ربي شقية، إن الإنسان يكون على يقين تام تام ليس له مجيب إلا الله عز وجل. الله والله الله. علشان كده في 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 يعني في موضع آخر في سورة آل عمران قال الله عز وجل إيه مباشرة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب على طول. بس طبعا هنا يعني فنادته الملائكة لكي لا يتبادر إلى ذهن أحد أن في الآية الأولى في سورة مريم إني وأنا رغم أني أشتعل الرأس شايفة أن أكون بدعائك ربي شقية، ما قالش فاستجبنا له على سبيل المثال الكلام من سيدنا زكريا مباشرة، الكلام من 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 الله لسيدنا زكريا مباشرة، وإنما فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فين؟ زي ما قال فضيلة الشيخ مجدي في المحراب صلي تجد الإجابة مباشرة بإذن الله وعونه وحمده. الله وشكرا جزيلا لكم جميعا. ربنا يحفظك، ربنا يجبر خاطرك. يعني هذه الكلمات الطيبة الرقيقة الجميلة من عالمنا الفاضل لفضيلة الدكتور ماهر عميرة، أسأل الله العظيم أنه زي ما جبرت بخاطرنا يكبر خاطرك يا دكتور. آمين. وتاني والله كنا يعني نتمنى أن احنا نستفيد وننهل من هذا العلم الطيب الجميل بهذه الكلمات الرائعة. نعم. ربنا يبارك فيك ويكبر خاطرك يا دكتور. آمين يا رب. آمين. كلمات رقيقة. نعم. جدا من لذلك الدكتور. أحد السلف الكرام يقول اعلم أن الله إذا أراد لك أن تسأله فإنما أراد أن يعطيك. الله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله يعني الله ما يضيع صلاتكم، ما يضيع دعائكم. إن الله يستحي أن يرد يد العبد إذا رفعها إليه أن يردها صفرا، مش ممكن. لا مش ممكن ترجع صفر، إما يعطيك وإما يدفع عنك السوء إما يدخل لك، لا يمكن ترجع صفرا أبدا. يعني أبدا. اللي أنا فهمته أنه لو أنا عرفت أدعو فدي نعمة من ربنا ليا. نعم. وده أكيد أن ربنا هيستجيب لدعائي. نعم. لأنه ما ادانيش أن أنا أدعو إلا لأنه يعني يجيب لي هذا. فلذلك لا يمكن أن يدفع العبد بخير إلا ويأتيه هل جزاء الإحسان للإحسان. نعم. ادفع بالتي هي أحسن. أنا أرجو أن نستمع إلى هذه الآية القرآنية، ادفع بالتي هي أحسن، نستمع إليها كاملا. فضلت حبيبنا الشريف تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله ما يلقاها إلا الذين صبروا. لذلك تتعجب، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ وهو يمشي بين الناس والناس كنفتيه يقول الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وخلفه رجل وضيء يضربه بالحجارة، عمه بيغلط في الرسول عليه السلام. نعم. يضربه بالحجارة في قدميه ويقول لا تصدقوه، استغفر الله، يقول لا تصدقوه إنه كاذب. إنه ابن أخي، يفتري على رسول الله ويكذب على رسول الله ويغلط في رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. يا الله لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلذلك المؤمن رحمة للعالمين، أهل الغفلة يبذلون الأذى والخطأ، وأهل الإيمان يدفعونه بالحسنة. أنا لخدته وفهمته من وادفع بالتي هي أحسن أنه وجب على المسلم ألا يلتفت إلا لما يرضي الله. بالضبط. ودائما يدفع بالتي هي أحسن. نعم. حط نفسه في المكان اللي ربنا يحب يشوفه فيه. نعم. ويمسح السيئة بالحسنة. بالحسنة تمام. يسيئون إليك وتحسن إليك. وتحسن لله عز وجل. عايزين نعمل حلقة مخصوص عن الموضوع ده. لأنه في المجتمع يعني أوجاع كثيرة من الذين يا رسول الله إن لي قرابة إلى الناس. نعم. أحسنوا إليهم ويسيئون إليه، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام لإن كنت كما قلت فإنما تصفهم فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليه. الله يعني لا يزال الله ناصرك. الله ناصر ما دمت على ذلك. يبقى باليدفع الذي يدفع الله ناصره بالتي هي أحسن. الله ناصره 100%. طيب نروح بسرعة كده لأن الوقت يا دكتور عندنا في تنوير المعاملات حاجة جميلة قوي. الله مكملة برضو. نعم. يعني
أدوا ما عليكم واسألوا الله سؤلكم. اعمل اللي عليك. في المعاملات فيه اتفاقات، اعمل اللي انت اتفقت عليه واللي ليك اسأله من الله وربنا بيجيبه لك. لذلك كلام فصل، معلش هنسمع هذه الآية. أوفوا بالعقود. أعوذ بنفسه نسمع بس أعوذ بنفسه نسمع. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بس المؤمنون على شروطهم، أي شيء بتعمله في بينك وبين الناس فيه اتفاقات. اعمل اللي انت اتفقت عليه. اعمل اللي انت اتفقت عليه تعمله. أما اللي يؤدى إليك لا تقف. يعني مثلا أنت في عملك مطلوب منك أن تؤدي كذا، والمطلوب من العمل أن يجازيك بكذا. لو قصر في ثوابك لا تقصر في أدائك. يعني أنا دكتور لو شغال وبقوم اللي عليا في عملي والمدير بتاعي ما يعني ما كافئنيش أو ما شكرنيش على العمل اللي بقوم دي لا تقصر في عملك. لماذا؟ ما يأثرش على شغل. بالضبط. أدوا ما عليكم. نعم. واسألوا الله ما لكم. ربنا سبحانه وتعالى يعوضني بقى. نعم. أنا هنا الموضوع أسأل ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ربنا لكن يعوض. أدوا ما عليكم. هو ما أداش بقى، المدير ده ما أداش اللي عليه. لأن الفعل ورد الفعل الجمادات. نعم. لكن المؤمن كيس فطن. الله. يعمل لله. يعني هنا لا يكون في الكون إلا ما أراد الله. وإنه بعديها أدفع بالله بالتي أحسن لما تيقنت. لأني عارف إنه كله في أمر الله. بأمر الله. نعم. وكمان أدوا ما عليكم. اللي اتفقت عليه هعمله. أقوم باللي ربنا أمرني به. مفتاح الرزق وأبقى متأكد إن الله يعطيني. الله. نعم. طيب. احنا عندنا قصة جميلة يا دكتور، كنت حضرتك مجهزها لنا النهارده. نعم. بتلخص هذه. نعم. المحاور الثلاثة الرائعة يعني. نعم. قصتنا النهارده معانا دقيقتين يا دكتور. طيب دقيقتين اثنين. قصتنا النهارده عن راجل مشهور جدا. هذا المغني الشهير الإنجليزي كات ستيفنز اللي هو بيسموه ملك الديسكو. الله سبحانه وتعالى من عليه بنعمة الإسلام، ودلوقتي اسمه برضه مشهور جدا، سمى نفسه يوسف إسلام. الله. ومشهور جدا الحمد لله. وبيعمل أغاني جميلة دلوقتي برضو دينية. هو اللي بيحكي قصة إسلامه. هو بيقول يعني طول حياته كان يبحث عن السعادة ما لم يجدها في أي شيء. وفي يوم من الأيام هو من هواة السباحة، في يوم من الأيام وهو في السباحة ويعني أبحر في داخل المحيط مسافة كبيرة وأراد أن هو يرجع، ولكن تعب وأوشك على الغرق. بيقول في هذه اللحظة وهو في يعني على أهبة الغرق، قال: وجدت نفسي أناجي ربي، أقول إن تنجيني أكون في خدمة دينك الحق. قال في هذه اللحظة أنا لم أكن أعلم ما هو الدين الحق، ولكن أنا كلمت ربنا قلت إن تنجيني أكون في خدمة دينك. هو عمال لي يبي ويغطس وخلاص، يعني إيه أوشك على الغرق. بيقول بس لم يشعر بأي شيء بعد كده، خلاص بعد هذا الدعاء. موجة عنيفة جدا جاءت وألقت به على الشاطئ، ويعني غاب عن الوعي، وأخذ حوالي 4 أيام في المستشفى. وبدأت يعني إيه كتير من الناس يزورون، منهم أخوه كان في أحد الدول، وكان في متحف إسلامي كبير في، فهو اشترى ترجمة معاني القرآن مذهب وجميل كده وأعطاه له هدية. فبيقول لما فتح أول كلمة قرأها في المصحف: الحمد لله رب العالمين. فحس ان كل المحامد وكل شيء يرد فضله الى الله، الى الله، لله وحده. بيقول الحمد لله اخذت اقرا في المصحف حتى احسست انني مسلما، وكان ذلك سببا في اسلامي ببركه دعائه لله. قال ان تنجيني الان. هو في خدمه دين الله عز وجل، دين الله الحق، وملايين من الناس يسلمون عليه. يعني اما يجيب المضطر اذا دعاه، بس لما اضطر ودعا ربنا. يا ريت نسمع، عندنا فرصه. نعم. في الوقت نسمع هذه الايه. نسمع الايه. نعم نسمع الايه. اعوذ بالله من الشيطان أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. قليلا ما تذكروا. نعم. عندنا سؤال النهارده يا دكتور عشان نختم بيه. قول لنا بقى حضرتك سؤال. حضرتك يعني كاتب لنا انه من لم يدعو ربه يغضب عليه، لماذا؟ احنا عايزين سؤال النهارده. لماذا
من لم يدعو ربه يغضب عليه؟ ليه؟ هو ده السؤال. ليه ربنا بيزعل منه؟ أعزائي المشاهدين، ندعو ربنا لأنه من لم يدعو ربه يغضب عليه. ده سؤال الحلقة، وعايزين الإجابات على الأرقام اللي موجودة على الشاشة. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي القرآن والسنة بمكة المكرمة. بنشكر حضرتك على هذا اللقاء الطيب الرائع الجميل، وبنشكر ضيفنا اللي كان على الهواء فضيلة الدكتور ماهر عميرة على الإسهاب الرائع الجميل الطيب. كمان بتوجه بالشكر للقارئ صاحب الصوت الرائع الجميل أستاذ شريف مجدي الشريف، ربنا يحفظك. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء أتوجه إليكم أنتم بكل الشكر على طيب المتابعة، وحتى نلقاكم في اللقاء القادم إن شاء الله. لكم منا أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.